السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأب ديال عبد الحق النوري. رمضان مبارك علينا وعليكم على الأمة الإسلامية جمعاء. اليوم تفاجأت بشي خبار خرج في شي جريدة، كيتصلوا بي، أنا ما شفتوش ولكن كيتصلوا بي الناس بزاف كيسولوني على الحالة عبد الحق. يعني داك شي غريب، واحد الكثافة بزاف داخل الوطن وخارج الوطن. الحالة اللي كاينة، يعني باش نصحح يعني هاد الهضرة اللي قالوا هاد الناس، عبد الحق فاق من غيبوبة هادي تقريبا 5 سنين والزيادة، هو فايق من الغيبوبة. اللي صرا اللي كاين هو أنه ذهنيا تحسن الحمد لله، يعني الطريقة باش كان كيتجاوب معنا كانت بطيئة في البداية، أما الآن بسرعة الحمد لله. يعني احنا هذا فضل من عند ربي وهذا اللي كاين. اما اللي قال هذا 2 ونص ولا شنو ولا عاد فاق من الغيبوبه، داك الشيء كله غير هضره زايده. الحقيقه اللي كاين عبد الحق فاق من الغيبوبه هذه مده، الله يكثر خيركم، يعني ونطلبوا الله تعالى يتقبل الدعاء ديالنا وديالكم في هذا الشهر المبارك وصالح الاعمال ديالنا وديالكم كذلك، والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، وربي يعافي مبتلانا، آمين يا رب العالمين. هذه هي سنة الحياة والحمد لله على كل حال. ما تبقى الإنسان ما يبقاش يفتن خو المسلم وسيرته في حال هذه الأيام المباركة. وسبحان الله راني صدفة دابا، راني في المغرب جيت نشوف الوالد، نحيي مع الرحيم، والوالد كبير في السن وعيان شوية، الوالدة توفات وتتفاجأنا بهذا الشيء. والله سمحت يعني ما تقدرش، التليفون ما كيحبش، كل شيء كيعيط صراحة، يعني ماشي مزيان الفتنه. ايوا نطلبوا الله تعالى يهدي هذا الانسان اللي كتب هذا الشيء ويصحح ويتعقل من الحاجه. حتى شي واحد من لا مني لا من الابناء ديالي قال شي حاجه. الحقيقه احنا قلنا تبارك الله عليكم، السلام عليكم.